إذا أردنا أن تنصلح الأحوال لا بد من وجود جهاز قضائي عادل حكيم نزيه. دون القضاء العادل لا يمكن، لا يمكن. إذا فسد القضاء فسدت الدنيا، إذا غاب العدل فسدت الدنيا، إذا ساد الظلم وانتشر الظلم وفقد الناس العدل تحولت الحياة إلى غابة يأكل فيها القوي الضعيف، والظالم يأكل حق المظلوم ويتجبر ويبغي على المظلومين. لابد من جهاز قضائي عادل بكل أركانه وكل مكوناته يقيم العدل المنشود، ويرأى بجهاز العدل وجهاز القضاء عن أي أمور أخرى، ولا يسمح لأحد أيا كان، رئيس، وزير، مسؤول، متنفذ، عسكري، مدني، لا يسمح لأحد أن يقترب من جهاز القضاء. جهاز القضاء لا يقترب منه أحد، الكل تحت القضاء، بدءا من ولي الأمر الرئيس إلى أصغر فرد كلهم تحت القضاء. وإذا سمح القضاء وجهاز القضاء لأحد من هؤلاء بالتدخل في شؤونه وبإجبارهم على أحكام معينة أو أمور معينة وتدخلوا في شغلهم وفي عملهم، ضاع القضاء ولو لمرة واحدة، فإن المرة الواحدة تفتح الأبواب. وكل ما نراه من ظلم هو بسبب التدخل في شؤون القضاء، بسبب أنهم لا يريدون قضاء نزيها يحكم بالحق والعدل بشرع الله عز وجل، ثم بالقوانين النافذة التي لا تناقض شرع الله مما سنه الناس لإصلاح شؤون الحياة. لا بد من ذلك.